عليكم متابعينا الكرام في حلقة 20 من حياة فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد. من العجب الاختلاف الواضح في تاريخ ولادتها، وهل كانت قبل المبعث أو بعده، فإنك تجد طائفة كبيرة من الأحاديث تصرح بولادتها قبل المبعث ب5 سنين أو ب3 سنين، وتجد عدد من الأقوال التي تلح وتركز على ميلادها قبل المبعث ب5 سنين، وتجد الأقوال من أئمة أهل البيت عليه السلام ويوافقون بعض العلماء العامة. والقول الثاني خاص بعلماء العامة ومحدثيهم، وليك بعض تلك الأحاديث حول ميلادها. الكافي ولدت بعد النبوة ب5 سنين وبعد الإسراء ب3 سنين، وقبض النبي ولفاطمة يوم 18 سنة. المناقب ولدت فاطمة بعد النبوة ب5 سنين وبعد الإسراء ب3 سنين في 20 من جماد الآخر، وقامت مع أبيها بمكة 8 سنين ثم هاجرت في البحار عن الإمام الباقر عليه السلام. ولدت فاطمة بنت محمد بعد المبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وتوفيت ولها 18 سنة و75 يوما. روضة الواعظين ولدت فاطمة بعد المبعث النبي ب5 سنين. إقبال الأعمال، قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض يوم 20 من جماد الآخرة كان مولد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام سنة 2 من المبعث. قال الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام كانت ولادة فاطمة في جماد الآخر في 20 منها سنة 45 من مولد النبي. بعد الاطلاع على الأحاديث ولو بصورة موجزة يتضح لنا أن ولادة السيدة فاطمة كانت قبل المبعث، إذ لم يكن قبل المبعث معراج ولا هبوط جبرائيل ولا ميكائيل على النبي بالوحي. وبهذا ينكشف لنا تزوير الأقوال المصرحة بولادتها قبل المبعث ب5 سنين، أو أن القائلين بذلك لهم قاعدة فهم وهدف يدعوهم إلى الاختلاف هذا القول، وهو نسف الأحاديث الواردة عن نزول الطعام من السماء وانعقاد نطفة السيدة فاطمة الزهراء من طعام الجنة وثمارها. إلى هنا تنتهي الحلقة 20 من حياة فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.